صباح الخير. صباح النور. في حاجة كنت عايز اديها لك. ايه ده؟ ده نصيبك. في ايه؟ من الفلوس اللي كسبتها امبارح في التصوير. طب دي فلوسك انت، انا مالي. يا دكتور، يا دكتور، مش انت اللي بتودينا دلوقتي اللوكيشنات عشان تكسب لنا قرشين؟ خلاص ده نصيبك، وانا عايز حضرتك تطمن اي فلوس هتجيلي بعد كده نصيبك فيها محفوظ. انت اتجننت يا كريم؟ ليه بس كده يا دكتور؟ عموما انا هقنع مصطفى ان هو ينزل معايا عامل اداره، والواد علاء ينزل رانر يبقى زي الفل، وسيبنا بقى من التمثيل والكلام الفارغ اللي احنا هنموت ونعمله ده. على فكره انت غبي، انا بعلمك بفهمك، ولا كنتش فاكر نفسك عشان ممثل كويس خلاص بقيت نجم؟ انت في حاجات كتير قوي لازم تتعلمها. اتعلم ايه؟ اتعلم ان انا اعمل شاي للمخرج، ولا اتعلم ان انا انزل اجيب ابجورات من حته رخيصه؟ في ايه؟ لا، لازم تتعلم تسمع الكلام. بص يا دكتور، انا جبت اخري.